لافتات ترفع للمرة الثالثة في القرى والمدن العربية داخل الخط الأخضر في غضون أقل من عام، تحارب كل محاولات اليمين التحريض على الفلسطينيين. فبعد حصولها على 13 مقعدا في الانتخابات الماضية، تطمح القائمة المشتركة للأحزاب العربية هذه المرة لرفع مكاسبها بهدف قطع الطريق أمام من يخطط لتنفيذ السياسات الاستيطانية. تحديات القائمة أمام القائمة المشتركة اليوم تجاه جمهورها الفلسطيني في الداخل هو تحييد دعاية الليكود ونتنياهو الذي يخاف، يعني فعلا أصبح واضحا أنه يخاف من الصوت العربي، يخاف من قوة القائمة المشتركة. على مدار المعركة الانتخابية الحالية، ركز رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو دعايته على أن غريمه بيني غانتس رئيس تكتل أزرق أبيض لن يتمكن من تشكيل حكومة من دون القائمة المشتركة، وأن الأخيرة لن تسمح لغانتس بأن ينفذ صفقة القرن. تحريض جديد على الفلسطينيين نجح في تقدم نتنياهو باستطلاعات الرأي الأخيرة بفارق مقعدين عن غانتس الذي يبارح مكانه قبل أيام قليلة من الانتخابات، إلا أن أيا من المعسكرين ما زال غير قادر على تشكيل حكومة، لكن الأرقام إن صدقت فستعيد مشهد الاقتراع مرة رابعة في أيلول سبتمبر المقبل. باعتقادي بأنه نحن بصدد تغيير منعطف تاريخي يتعلق بالأصوات التي يمكن أن تحققها القائمة المشتركة، فهذا منوط، يعني هذا التغيير منوط بتحقيق أكبر عدد من المقاعد للقائمة المشتركة. بعد فشل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال دورتين انتخابيتين، يتوجه الناخب الإسرائيلي هذه المرة مع اعتبارات تختلف عن سابقاتها، أبرزها ملفات فساد نتنياهو التي ستعرض أمام القضاء بعد أيام معدودات من الانتخابات التشريعية للكنيست. سيصوت الناخب الإسرائيلي للمرة الثالثة وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع احتمالات الذهاب لدورة انتخابية رابعة. أما القائمة المشتركة فتبقى خارج الحكومة أو أي ائتلاف مستقبلي بعد يوم الاقتراع، وبل خارج حسابات التوصية بتكليف غانتس بعد التصريحات الأخير التي تشير إلى استنساخ نتنياهو سياسيا حال فوزه. فمشتوى العربية الناصرة داخل الخط الأخضر.